وهم خبرين. اللجنة المنظمة في البطولة بطولة كأس العالم للأندية قالت عايزين أسطورة وعايزين ممثل النادي الأهلي. معانا اوريدي أسطورتنا كابتن محمود الخطيب، ومعانا المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، دول هيبقوا موجودين. ولكن الأهلي بيفكر يطلع وفد كبير تقيل عشان يحضر القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل بإذن الله في الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله هيكون فيه برضو واحد من أساطير الأهلي العظيمة الكبيرة. يعني كابتن خطيب بصفة واحد من أساطير النادي ورئيس النادي ومسؤول رسمي، كابتن أو المهندس خالد مرتجي، لكنه أعتقد إن شاء الله هيكون فيه أسطورة كمان موجودة مع النادي الأهلي. الثنائي هيسافر يوم 3 ديسمبر إن شاء الله عشان يشاركوا في البرنامج الرسمي للقرعة اللي بقى فيه عشاء على مستوى كبير، ويعني حضور كبار الشخصيات. والقرعة إن شاء الله هتكون يوم 5 ديسمبر بحضور ممثلين على كل الأندية المشاركة والاتحادات القارية ومسؤول الفيفا، وبقى ألمع وأكبر وأشهر وأفضل نجوم العالم في كرة القدم. طول عمرك عالمي يا أهلي.